الوقاية دي بتتمثل في عدم التعرض المباشر لنبات الحر أو لأشعة الشمس بصورة مباشرة، وأيضا ارتداء طبعا الملابس القطنية الخفيفة، وأيضا إذا كان هناك تجنب، لابد أن يكون هناك تجنب كامل لحرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة، وأيضا إذا كان هناك في وسيلة تكييف أو مراوح ده يبقى أفضل بكثير جدا. طبعا اللي أنا عايز أقول لحضراتكم أن ظهر أيضا بسبب حالات الوفيات اللي نتجت بسبب حالات الاحتباس الحراري العديد من الإشاعات اللي قالت أن هناك تفشي وبائي أو هناك حمى التهاب سحائي. هذه كل المعلومات عارية تماما من الصحة، وبعلن وبقول تاني كل حالات بتكون جديرة بالدراسة بيتم عمل تقصي وبائي بالكامل للمريض وأهل المريض أيضا، ولم يوجد أو لم يثبت على الإطلاق وجود أي حالة من حالات الالتهاب السحائي سواء بالنسبة للفئة العمرية الصغيرة أو الفئة العمرية الكبيرة. وكان في إشاعات أيضا أن ممكن أن تكون هذه الحالات حالات كورونا على سبيل المثال. أنا بعلن تاني وبقول فيما يخص حالات الكورونا، هناك حالة واحدة في إبريل 2014، هذه الحالة اللي تم حجزها في مستشفى حميات ثم مستشفى صدر العباسية وشفيت تماما، وكانت لمواطن مصري قادم من المملكة العربية السعودية، فلم توجد أي حالات كورونا من إبريل 2014 حتى يومنا هذا. هناك إشاعة أيضا لأن يكون حاجة على سبيل المثال الإيبولا، وتعرفوا مشكلة الإيبولا اللي كانت موجودة في غرب إفريقيا، ومصر شاركت أيضا في دعم الدول الإفريقية المصابة في هذا الشأن، لم توجد أي حالات إيبولا. لكن هناك حالة من اليقظة والترصد المستمر في المطار وفي المطارات والمواني المصرية لرصد أي حالات. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم أن كان في حالة بسيطة تم إخبارنا من خلال الـIHR International Health Regulation أو منظمة الدلائل الصحية، قال إن في مريض جاي من أحد البلاد وكان قطع، والمريضة طبيب بالمناسبة، وكان مخالطا لمريضة تعاني من الإيبولا. تم رصد الحالة وتم متابعته وتأكدنا أنه لا يوجد أي أعراض لديه وشوف يا تمام ما فيش أي مشكلة. لا عايز أقول لحضراتكم لدينا منظومة متكاملة للترصد وترقب أي حالة من شأنها أن تصل عبر المواني والمطارات أو أن تؤثر أو تكون حاملة لأي ميكروب من الميكروبات المرضية الموجودة في أي مكان في العالم. فأنا عشان ننهي إشاعات الالتهاب السحائي، أيضا في مشكلة قبلتنا أيضا وإشاعات صدرت أن هناك العديد من الحالات المرضية في منطقة الساحل الشمالي والعلمين، يمكن حضراتكم سمعتوا أو ما سمعتوش، إنما إحنا برضو بنراقب كل هذا. تم الترصد الوبائي فيما يخص أخذ عينات من مياه الشرب وأيضا من الأطعمة، وتبين أن لا يوجد هناك أي نوع من الالتهابات المرضية أو أي نوع من التفشيات الوبائية، ولكن الموجود فعلا قد يكون لا علاقة بنزلات معوية لطبيعة حرارة الجو أو خلافه. ده باختصار شديد اللي أنا عايز أقول لحضراتكم فيما يخص حالات